أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غدا جبيلي وربيع دعوق من بنك بيبلوس في سن الفيل، حيث يحصل في هذه الأثناء هرج ومرج. يمكن القول هناك تكسير عم بيصير بقلب المكاتب بعد ما قام شخصين باقتحام هذا المصرف. خلينا نشوف في غضب كتير كبير اليوم ربما جراء سحب الموظفين. مش معلمين لك ادكس، ما بتعرف الادكس كيف بتكون. لو سمحت فينا نعرف من الساعة 9:30 انتو هون، هلا شو صار؟ يا اجل المدير روحنا هدينا، وانتو اهلنا وانتو حبايبنا ومصرياتكم موجودة، قبل ما نوظف المصاري موجودة، حملوا كل المصاري وفلوا كذابين، يعني دهروا المصاري كلها. المضيعة كلها بدك مثل ما بدك مثل ما بتقولوا. هلا البنك عم بيكون خالي من الموظفين. لا مش مزبوط، كان في موظفين وفي عملاء، واحد العملاء تهجم علي قلت له رجع لورا بكب عليك بنزين بولعك ما تتدخل. قام لي بده يكلني، شوي فات ورا الكتوار اخذ شنطة هيك سعودي مليان دولارات. نحن بين هون يجيبوا لي حقي. لا بيمشي مع الاخلاق، لا بيمشي مع التفاهم، ما بيمشوا ولا مره وفوا ولا مره صدقوا. الكذاب قال لي طول بالك شوي هلا بقينا. ليش صدقتوا؟ طيب عم نشوف اليوم قد ايه وديعتك اليوم؟ 24000 دولار كانت 25000 26000 دوبوا لي اياها. خلينا نشوف ايضا مع المودع الثاني. احنا كنا ساكتين ومحترمين والنقيب، خلينا فينا نعرف. لا النقيب كان انسان اخلاقي وما عبي عم بيعمل شيء. حضرتك المودع الثاني وديعتك قد ايه قيمتها؟ 5200 دولار. 5000 اليوم كبيتوا بنزين بقلب الطريق دقيقتين على الهوا دقيقتين. اي نعم. شو تعليقكم على اللي صار هلا؟ شو تعليقنا؟ مجموعة حرامية. فإذا عم يتم الطلب من وسائل الإعلام التراجع والابتعاد من يوم ورايح على طول معك والخروج من المصرف وترك المودعين. هن شخصين اليوم فاتوا على هيدا المصرف عند الساعة 9:30 صباحا وطالبوا بودائعهم. خلينا يا بيروت حالة من الغضب عم بتصير. خبرنا يلا لا نطلع على برا بنرجع نحكي معكم، بس واضح اليوم انه القوى الامنيه اللي سمحت بوقت سابق للاعلام بالدخول هيك لبعض الوقت يتم الطلب منا الخروج الى الخارج. خلينا نشوف اكثر شو اللي صار من الصبح لحديث هلا. هو في هناك عدد طبعا كبير من المصورين وايضا هناك عدد من صرخه المودعين والجمعيات التي تعنى بحقوق المودعين. هنعرف أكثر اليوم شو يلي صار. يقال بأنه تم إخراج كل الأموال اللي بداخل المصرف بالإضافة إلى خلينا نشوف موسى وينه. موسى مثل ما عم نشوف تم اخراجنا واخراج وسائل يعني. خلينا نضلنا الكاميرا اذا شيء على الباب على الازاز ربيع بركة بنقدر ناخذ صور. اذا قربت كثير ما ببين. احنا بعدنا معكم مباشرة على الهواء متابعة لاقتحام بنك الاعتماد بنك بيبلوس بسن الفيل. خلينا نفتش على بس الفيديوهات اللي تم نشرها ببداية هذا الاقتحام. كلها اشياء تسريب مفهوم
موسى. يعطيك العافيه، يعني كنا ناطرينك لتخلص مقابله حتى نعرفك. فينا نقرب لهون بليز؟ حنجي نحن لهون. حضرتكم كنتوا من اللحظات الاولى، خبرنا شو صار تدريجيا من الساعه 9:30 من لحظه الدخول، شو اللي صار؟ دقنا مودع عبينا انه فتت على البنك عم يطلب انه مسانده، ونحن بنساند مسانده معنويه. طبعا المودع هو عم ياخذ القرار وعم يجي يفوت على البنك. هيدا الزلمه ما معه، مثل ما سمعتي عم بيقول لك انا ما معي حليب جيب لابني، وما هو مصاري بالبنك، ما هو 20,000. لو البنك اعطيه $500 او $400 صدقيني ما بيفوت هو وغيره يعني. بس عم المصارف عم توصل المودع ل ل ل يضطر يعمل هيك. يعني المودع هلا شو بده؟ بده يعيش بكرامه. يعني عم يقول لهم تعا عيش بكرامه، هلا عملوا له $300، هل $300 حدا فيه يعيش بكرامه بالبلد؟ حتى ادخلوا البنزين، مثل ما شفنا كان في رمي للبنزين على الارض، تم تهديد باحراق هيدا المصرف بمن وجد اذا صح التعبير. شو اللي صار من بعدها؟ كان في مفاوضات عم تجرى ولا كان هناك يعني حاله من انه عم بيحاولوا انه يماطلوا لعدم بدء المفاوضات؟ يعني صدقيني البنك عمل معهم مثل ما عمل معنا، يعني قال له ما تتلهم رح اعطيك $4,000 وطول بالك ونحن اخوتك وطول بالك. اخر شيء هربوا المصاري من تاني باب وقالوا له ما عاش فيه بالمصاري بالبنك وهربوا الموظفين. كيف البنك نحن قالنا جيب مصرياتك ومصرياتك دولار، انا كان البنك يقول لي مصرياتك دولار ما تقتلهم، ونحن بنك وعنا استثمارات ونحن ما مش عارفين شو عم يعملوا هن جماعة. هلا اليوم عملوا مع هيدا المودع مثل ما عملوا معنا، يعني خدعوه، قالوا له طول بالك حنعطيك $4,000. قال لهم اوكي $4,000 انا ممشي حالي، بجيب انا حليب لابني، بدي اعمل طعام لابني، بمشي اموري. ولكن للاسف رجعوا خدعوه وطلعوا من تاني باب وظهر طلعوا بتاني باب مع المصاري. مع المصاري بالضبط، كل المصاري الموجوده بقى. كل المصاري الموجوده بالفرع. هلا ما في ما في المدير هاي عمر كان شو صار؟ كيفك منيحه؟ هلا عم بخبرني اشرف صالحه البطل ووسيم حتوم انه اجى المدير قال له وديعتك جاهزه اعطيني تذكرتك، اعطاه تذكرته وصوره ورد له يوم، قال له هلا بدي اقبل تذكره مصرياتك، لحتى فلته وطلع من الباب وحمل حلو فل. شوفوا ما اللي خدعة عملوها مع الناس، اخذ تذكرته وصوره وقال له تاخذ مصرياتك، شوفوا ما اللي خدعة عملوها مع الناس. نفس الاسلوب نايب المدير ببنك الموارد كان عم يضيع الوقت. هل هالشيء بصير؟ كان عم يضيع الوقت نفس الاسلوب الوسخ، بس الشباب طيبين. عرفت كيف؟ انا يعني كتير طيب بس في شو في عقل. اشرف صالحه، اشرف صالحه يا جماعه عنده ولد منه قادر يطعمه $25 ومنه قادر يجيب له حليب. وسيم حتوم البطل عنده مشكله صحيه وشي بالقلب، صار له شهرين مش قادر يجيب دويات، له $5,400. طب يا عمي شو بنعمل يا عمي؟ طب يا عمي لا دوله لا قانون، طب شو بنعمل؟ كيف بنجيب مصاري؟ اذا فتنا على البنك نطلع انه نحن ببعض نظر الناس اللي نحن هني بنظرنا ما بيسووا، نحن منساش. خلينا نذكر المشاهدين بانه وسيم حطوم بتبلغ وديعته حوالي 5,400، واشرف صالحه كمان 25,000 دولار موجودين بالداخل. كنا عم نحكي معه بس منعونا من انه القوى الامنيه منعتنا، ما بدنا كثير نعمل. اذا فينا نوقف هون بس هيك من البيت، حنوقف هون حنوقف هون. عم نشوف بعد الجدل اللي عم بيصير بالداخل، عم نسمع اعتبروا بانه هاي تعد مثل اللي صار، بانه خلص ما بأثر هون وهون تمام هون تمام، مثل تم خدعون يعني. انا بحترمك على لو سمحت تدافع عني، خليه يزيح شوي بس. لا لا يا عم ما بدي، تعال يا خي سافام، اخذت منه اخذت منه. هلا رواء بعد شوي بقرب. فاذا عم نشوف الغضب اليوم كيف تم خداعه من خلال الطلب هويه بهدف اعطائه المبلغ اللي كان طالبه اللي هو 5,400، ومن بعدها خرج الموظفين وبالاموال الى الخارج. احنا ببنك
بيبلوس فرع سن الفيل، والمودعين هن وسيم حطوم وديعته $5,400 وأشرف صالحة كمان بتبلغ وديعته $25,000. عم نشم أكيد يعني واضح رائحة البنزين داخل هيدا المصرف، تم رمي البنزين على الأرض، وكان هناك تهديد بإحراق هذا المصرف. نحن بعدنا مباشرة على هوا. بتخيل حضرتك والدة، خلينا هيك نحكي معك بما أنه موجودين هون، بس تنجهز. جاهزين؟ حضرتك والدة، بس نحن لأنه على الهواء لو سمحتوا، حضرتك والدة وسيم حطوم؟ لا، والدة أشرف صالح. أشرف صالحة فت معه من الصباح لهون على المصرف؟ شو خبرينا شو صار؟ ابني له وديعة عندهم $23,000، عنده صبي وبده طعومة أو بده مصاريف وبده حليب ومنه قادر يجيب له مصاريفه. صار له فترة بيحكيهم بالبنك ما بدهم يعطوا مصرياته، حق الشارع، نحن لا سرقينهم ولا شيء، حاطين مصرياتنا عندكم. اجا من الصبح لان عنده طعم ومضطر لهذا الطعم، بكلف $150 قدر يعمل له شهر. وبتعرفي بهالبلد الاشغال وشو عم بيصير. الواضح انه هناك حاجه لهيدي الاموال، حاجه صحيه يعني. سوري، انا مريضه قلب وبيعرفوا انه انا عندي عمليه، بدي $3,000 ماني قادر امنهم. طب من وين بدنا نجيب مصاري؟ نحن مصرياتنا لاجئين نسرقهم. وين الوزراء؟ سرقوا الوزراء والنواب والبلد كله ورأس الأحزاب وكل شيء، كلهم سرقين حرامية، سرقوا لنا مالنا. نحن ما عم نشحد، نحن جايين نطلب بحقنا، هذا حقنا الشرعي، هاي مصرياتنا، والله ما نسرقينه نحن. شو بتوصف اليوم اللي تصوير لبرا؟ كنا عم نستمع لوالدك. ما فيني وقف هوا، ما فيني وقف هوا، خلص مثل كل زمانك. هي السفر انا عندي هوا لو سمحت، مثل ما عم بحترم شغلك كمان احترم شغلي. ممنوع قالكم الكابتن، قال لي بيأذي من هونيك، ما قال لي طفي هوا، ما بحب قلبي يقول لي طفي هوا. ممنوع لو سمحت. انت عم نستمع اليوم لهيدي يعني الواضح اليوم بأن القوى الأمنية عم تتشدد من هيدا من داخل هيدا البنك. طلب منا كذا مرة أنه نوقف هذا البث المباشر والتصوير، ولكننا نحن بعدنا مستمرين معكم بنقل هيدي الصورة من الداخل. خليني أسألك سؤال اليوم، بما أنه ما حصلوا على هذه الوديعة، فينا نوقف ثانية ولا مع بي؟ ما بالك ما بدك تصرح؟ طيب اوكي كمان. ايه بدي حدا من المحامين. خلينا هيك شوي بالفاي ناخذ منك. ايه نحن على الهوا، لانه بس بدي استفسر عن شغله. اليوم لم يتمكنوا من الحصول على الودائع، تم خداعهم اذا صح التعبير، خرج الموظفين وايضا بالاموال اللي بقلب داخل المصرف، تهربون يعني الى الخارج. شو بيصير بهيدي الحاله اليوم؟ هل هناك ملاحقات ممكن ان تصير لهؤلاء المذيعين؟ هلا الشيء اللي حضرتك، اول شيء المحامي جورج خاطر من تحالف المتحدون، الشيء اللي حكيتي حضرتك له علاقه بالعمليه التقنيه اللي صارت بالمصرف، طريقه الدخول وطريقه عدم القدره على استيفاء الاموال، وهيدي من الاشياء التكتيكيه التقنيه اللي يبدو ما توفقوا فيها اليوم، وهيدي بتصير عاديه، بتصير وين ما كان. هيدي نحن بهمنا اكثر نركز على المبدا اللي هو انه
المودعين يلي عم يفوتوا على المصرف تيستوفوا حقهم وديعتهم جانا عمرهم حسب المادة 142 وعبيت حق دفاع المشروع بعد استنفاد كافة الوسائل هن عم بيعملوا حقهم، هن لا يعتبروا يرتكبون جرم لأنه هذا سبب تبرير بالقانون، هن عم بيفوتوا تيستوفوا هذا الحق. هلأ في عمليات كانت عم تكون موفقة أكثر من عمليات، يمكن طريقة التعامل عم بتكون معينة يقدر يسترد الواحد وديعتهم، مثل اليوم يبدو أنه الطريقة ما كانت سليمة. يمكن أنا حسب نظرتي أنا أخذ أعطي رأي خاص، طريقة الاقتحام الجماعي يمكن هو اللي صار جوا ما قدروا يقدروا يحصلوا على وديعة، قدروا الموظفين يبدو خرجوا والصناديق تسكرت كلها والأموال. هيدا ما بينفي موضوع ثورة المودعين، يعني هلأ خلص قطار ثورة المودعين مشي، ما بقى في رجع على وراء، القطار ماشي والمودعين رح حققوا أهدافهم إن شاء الله، نحن على ثقة أن المودعين رح يوصلوا لأهدافهم. شكرا لك على هيدي المداخلة. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، هذه الأجواء من بنك بيبلوس في سن الفيل، ونحن أكيد راح نعود لكم ببث مباشر لاحق في حال حصول أي جديد من هنا. كانت معكم غدا جبيلي وربيع دعوك.